ما هو عنوان البث؟ عنوان البث عصمة النبي في التبليغ. هذه هذا اختراع اخترعوه السنة أدوعد أستاذ، لكن طيب أترك أبو عائشة يرد عليك. حياك الله أخي، السلام عليه دائما أبدا. حياك الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن صلى عليه. أما بعد، فالعصمة كما قلنا لك عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة مطلقة في التبليغ، وهذا مجمع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بقوله وفعله وإقراره أنه غير معصوم في بعض الأمور، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى عاتبه في بعض آيات القرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد أحيانا في بعض الأمور فقد يصيب في هذا الاجتهاد وقد يخطئ، فإذا أصاب في اجتهاده أقره الوحي، وإذا أخطأ في اجتهاده صوبه الوحي، وهذا واضح وصريح من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية. أولا قصة اليدين في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلوات الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى واتكى على سارة المسجد وجلس، وهذا الناس أن يتكلموا معه لأنه نبي يوحى إليه، فأتى إليه ذو اليدين أو ذو الشمالين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شوف يستفسر. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ انتظر أخونا، لأنه في التشريع انتظر أخونا يوحى إليه، فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ماذا قال له النبي؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بل نسيت. وكان في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلمه. يعني النبي نسى الصلاة، النبي نسى الصلاة إيه صلى الله عليه وسلم. فقال أصحيح ما قاله ذو اليدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام واتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سجد. هذا هو بقوله نسيت أم قصرت؟ قال لم أنس ولم تقصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل على حسب ظنه. زين، هو لكن هو أبو عاشة الآن النبي النبي صلى الله عليه وآله نسى، هل النسيان خطأ؟ يعني إذا أنا نسيت شيء اعتبر أنه أخطأت؟ لا، النسيان شيء آخر ينافي العصمة التي أنتم تدعونها أن النبي عليه معصوم في كل شيء. لا لا، إحنا ما نقبل هذه الأحاديث، هذا في كتابك تقرأتها من البخاري. أنت عندك في كتبك، في كتبك. والله ما نقبله، لا يصح عندنا، لا يصح. يقول الرضا، يقول الغلاة لعنهم الله يقولون النبي لا ينسى. على منو قال؟ من قال؟ من قال؟ الرواية عن الرضا. لا من قال؟ الشيخ الصدوق. لا ما في رواية صحيحة عندنا في هذا الآن. يا أخي أخو الشيخ الصدوق يقول أنكم غلاة الذين ينفون سهو النبي، هؤلاء غلاة. ثم قال لعنهم الله. الصدوق يلعن هؤلاء الغلاة، والرضا عليه السلام الرضا لعن. يا أخونا الشيخ أبو عاشن، لحظة الآن، الرضا عليه السلام هو الذي لعن ولا الصدوق؟ الصدوق يروي عن الرضا أن الرضا عليه السلام قال أن هؤلاء الغلاة لعنهم الله ينفون سهو النبي، إن الذي لا يسهو هو الله. لحظة اسمع، أولا الذي لا يسهو هو الله، واي صحيح هذا الله ما يسهو. ممكن تقرأ لي الرواية إخواني أيها المشاهدون الكرام قبل أن يقرأ أبو عاشة؟ سوي ميوت في صوت بحر ولا ما أعرف شنو في اليوم. عندك. اليوم صعد بالسفينة أبو عاش. إخواني، أولا الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد، الصدوق يقول بالإسهاء أنه كان عنده رأي، وهذا الرأي خطأ طبعا، ورد عليه العلماء وألفت رسائل في هذه المسألة.
يصعد ينزل الصدوق رضوان الله تعالى عليه يبقى هو مو معصوم. احنا اللي حج علينا كشيعة يا أيها السنة العقلاء افهموا المنهج الشيعي. منهج الشيعي انه الله تبارك وتعالى احتج علينا بهذا المعصوم وعدل المعصوم، يعني هذا معصوم وعدله أيضا معصوم. أما ميثم الموسوي الصدوق وعد اللامي معرف منه كلنا نخطئ. فالآن ميثم الموسوي ولا الصدوق قال كلاما توهم أنا ألبسها، هذا الرأي حج إذا تسمح لذا كملت. تفضل سيد. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الحاج الحاج وعد يسأل الشيخ. الآن أرجع لك بس خلي يتكلم السيد وأرجع لك. الحاج وعد يسأل أبو عائشة عن دليلهم على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ فقط. يعني المفروض علميا من إنسان صاحب علم حينما يجيب يبدأ بالإجابة العلمية كما يلي، يقول دليل عصمة النبي 1 2 3. طيب ودليل على أن العصمة جزئية غير كلية وهي في التبليغ فقط 1 2 3. طيب إما آية قرآنية حديث نبوي غيره غيره يستدل. طيب الآن حينما سأله الحاج وعد الله يحفظه عن دليلهم على عصمة النبي في التبليغ راح إلى رواية ذو اليدين أو ذو الشمالين. الآن أسأل أبو عائشة، أبو عائشة هل الاعتقاد بعقيدة معينة يعني عصمة النبي نبوة النبي توحيد الله تبارك وتعالى يستلزم الاستدلال عليه بدليل قطعي أم بدليل ظني؟ أجب يا شيخ أبو عائشة. شيخ أبو عائشة الشيخ أبو عائشة حاج عندك صوت؟ عندك صوت بس هو ما يجاوب وما أدري بالبحر إنه بس لا غرق خاف راكب غواصة هالمرة. شيخ أبو عائشة هل نعم حاج فأجا إيه طلع شيخ أبو عائشة هل العقائد تؤخذ بالأدلة القطعية أم بالأدلة الظنية؟ طيب زوجك بس دعني أورد الرواية. لا بس قبل الرواية وأروح وياك للرواية أروح وياك للرواية خلينا نتسلسل أنا وياك اليوم تسلسل حلو ترتيب حتى الناس تفهم تعلم. طيب لحظة شيخ أبو عائشة النووي أرجوك ما أريد جواب أنا أريد الناس تأخذ المعلومة بشكل سلس ونتسلسل في أخذ المعلومة. أنت الآن حينما سألك الحاج وعد الله يحفظه عن دليل عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتيته برواية، أنا أسألك الآن هل العقائد كتوحيد الله تبارك وتعالى الاعتقاد برسالة النبي صلى الله عليه وآله بعصمته بغيرها من الأمور العقدية هذه تؤخذ بالأدلة القطعية أم تؤخذ بالأدلة الظنية؟ تفضل أبو عاش. بأدلة قطعية طبعا. أحسنت. طيب الآن الخبر هل هو دليل ظني أم دليل قطعي؟ الخبر يحتمل كذا يحتمل كذا. إذن دليل ظني، جواب ظني. الخبر دليل ظني يا شيخ أبو عاش. الخبر الآن عند جميع الأصوليين الخبر هو دليل ظني. الآن كيف يا شيخ النووي كيف تستدل يا شيخ النووي كيف تستدل على عقيدة العصمة وهي من الأمور العقدية القطعية تستدل عليها بدليل ظني وهو الخبر؟ هل يجوز هذا؟ ها؟ طيب ما لحظة يبدو أنه عنده تأخير. طيب خلي أخذ قبل أن تأخذ حد ردا على هذا. شوف حجي هذولا الله وكيلك هذولا مرضى. شوف ماذا يقولون في كتاب موطأ مالك بشرح الزرقاني عن مسألة الخلوة. والله العظيم هؤلاء مرضى
مرضى قلوب، كما يقول الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. شوف ماذا يقول الحج هنا، هذا الموطأ موطأ مالك بشرح الزرقاني، ماذا يقول عن الخلوة، عن الخلوة بالأجنبية، ماذا يقول الزرقاني؟ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطهري، يقول ثم أخص من اسم السفر الخلوة بها. الخلوة لحظة أخونا سلموت أخونا إلا قدمك الله يرحم والدي. يقول ثم أخص من اسم السفر الخلوة بها بالأجنبية، يعني الخلوة بالأجنبية. يقول فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد، وإن قل يقول وإن قل الزمن لعدم الأمن، لا سيما مع فساد الزمن، الزمن فاسد، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. وقد اتقى بعض السلف الخلوة بالبهيمة، وقال الشيطان المغوي وأنثى حاضرة. بالله عليك، ها ها اتقى شنو؟ اتقى الخلوة بالبهيمة، اي لانها أنثى. زين يعني الطماطم يعني أنثى يا مصيبة. يعني يقول يتقون الخلوة بالبهيمة إذا كانت أنثى، يقول شيطان حاضر وأنثى حاضر. بالله هاي عقول، بالله عليكم، ها ما يختلي حتى مع بهيمة أجا كلهم، ما يصير لا يجوز، حرام. الآن نرجع إلى السؤال الحلقة، من الذي اخترع العصمة بالتبليغ؟ خلي أقدم الأخوان خضع أو ما أعرف شو اسمك، تفضل أخوان. أوكي تمام عندك رواية، عندك رواية. أول شيء قبل الرواية عندك جواب على السؤال ولا ترفع الراية البيضة وبعدين اسأل؟ لا عندي جواب يعني. لا اسمع سؤال البث، سؤال الحلقة، تسألني بعد أن تجيب أو تقول أنا ما أرفع الراية البيضة. سؤال الحلقة، أنتم تقولون أن عصمة النبي ويوميا تذكرون هذه المسألة أن النبي معصوم بالتبليغ، من مخترع الذي اخترع هذا الأمر، من هو؟ لا مو مخترع، ماكو آية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت على عصمة النبي بالمطلق. لا موجود. سيد. ما قاطع. بس لحظة. آية. اصبر. آية قطعية الثبوت. يا رجل. انت تعرف شنو قاعد تتكلم؟ شنو آية قطعية الثبوت؟ آية قطعية الثبوت. ليش اكو عندنا آيات؟ آيات قطعية الثبوت وآيات غير قطعية الثبوت. بالله عليك. ماكو قطعية الثبوت. منين طالع من يا مدرسة يا رجل؟ من يا مدرسة طالع انت؟ شنو تتكلم؟ سيد تشويش اخونا لحظة شنو اسمك؟ لحظة شنو اسمك اول شيء؟ لان ما اعرف هذا الاسم، اسم مو محبذ اناديك. انا شو اسمك؟ انا اسمي ياسين. ياسين بس لحظة اخونا ياسين انت الان هذا عصمة النبي في التبليغ، انت تقول انه لانه ما عندنا آية. خلي اكمل، هو حوار، انا اتكلم اسكت انت تتكلم. انت يا وعد خليني اكمل اشكالي. تريد اخونا خلي افهمك، خلي اقرر ما ذكرت بعدين. لا انت اقرر ما سمعنا لان انا وظيفتي الجمهور اكمل. لا 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 تنتقل الى خطوه ثانيه. لا 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 تكمل، لا تنتقل. لا من اكمل اقول لك تفضل. لا انت قلت انه ما عندنا ايه حتى افهم. انت عارف شنو قاطع؟ لا حول يا اخونا، ايات كثيره في القران الكريم رب العالمين يعاتب فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الامر شيء، عفى الله عنك لما اذنت لهم، لا تكن كصاحب الحوت، يا أيها النبي لما تحرم حل ذلك، عبس وتولى. آيات كثيرة تدل أن الله تعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لحظة، يعني النبي بابا خليت كتحار وياك. يعني أنت قصدك الآن أول شيء ما عندك اسم
لحظة أخونا، ما عندك اسم المخترع لهذه أن النبي معصوم بالتبليغ، لكن ما الذي عندك؟ عندك أنه في آيات، في آيات خطأت النبي صلى الله عليه وآله، فلما وجدتم أن آيات خطأت النبي اخترعتم هذا المصطلح. فأنت ما عندك اسم المخترع لكن عندك آيات. سؤال، هذه الآيات اللي ذكرتها أنت الآن، هل هذه الآيات جاء يعني تشير إلى أن النبي ارتكب ذنوبا وأخطاء؟ نعم، عندنا النبي معصوم بالعصمة المطلقة بالتبليغ، أما الأنبياء تقع عليهم صغار الذنوب لكنهم لا يقفون. أنتم منو؟ أنتم منو؟ أنت تقول عندنا، أنتم مين؟ أنتم مين؟ أنتم من؟ أنتم من تقول عندنا النبي؟ من أهل القرآن والسنة؟ يلا طيني من القرآن وطيني من السنة أن النبي معصوم، أن النبي قال لا 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 لا. شوف شوف، هرب هرب إلى موضوع القبور وعبدة القبور والمراجع الرديوسي. اسمع، أنت تقول نحن، أنا سألتك، لا تهرب، والله العظيم ما تقوى على هذا، لا تهرب، بكل أدب واحترام خلي الحوار مؤدب. أنت تقول ومن يهرب؟ انت تعرف الى القبور وعبادة القبور والمراجع وما اعرف ايش، تريدني ارد عليك؟ انا ما ارد عليك. انت قلت نحن، انت قلت اي، سألتك من انتم؟ قلتم نحن، انت قلت اننا نحن اهل القرآن والسنة، فيلزمك بكل ادب دليل من القرآن ودليل من النبي. النبي قال لكم ان انا معصوم بالتبليغ، فأنتم السنة صرتم على هذا القول وقلتم أن النبي معصوم بالتبليغ. أو تقول أنا أرفع الراية البيضاء، عندي آيات معينة ما أعرف اسم المخترع لهذه الألفاظ، عندي آيات أخطئ بها النبي صلى الله عليه وآله وأجعله مذنبا، فأي الخيارين حتى أناقشك؟ بس تفضل. تمام 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 تمام. القرآن، القرآن يتكلم ترى بلغة عربية فصحى، ما أعرف إذا يتكلم بغير لغة عندك، ما أعرف شنو القرآن يتكلم بلغة عربية فصحى. أما ألزمك بما ألزمت به نفسك، أنت تقول علمائي، أذهب إلى تفسير. أنا ما قلت علمائي، أنا ما قلت علمائي، ما قلت علمائي، ما قلت علمائي، ما قلت. لا تهرب، لا تهرب إلى موضوع آخر، لا تهرب إلى موضوع آخر. خلاص، شوفوا إخواني، شوفوا إخوان أيها المشاهدون الكرام، كلهم هكذا. ورب الكعبة، أصغر عالم إلى أكبر عالم، عندما تمسك وتفكك معاه العبارات يضيع، الله وكيلك. الآن هو لم يتمكن أن يعطي البرنامج دليلاً أنه سني وأخذ هذا الأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله. طيب إيش دليلك؟ يقول أنا عندي آيات تخطئ النبي. تفضل تعال الآن نناقش هذه الآيات، هل النبي ارتكب ذنبا أو أخطأ؟ فأنت ناقشني على هذا الأمر، إذا ما عندك ارفع الراية البيضة. هذا كله هروب من الموضوع. أنتم عندكم يا أخي تجاوب وبعدين انقض علي، مثل ما الآن أبو عائشة جاوب، جاب الحديث من البخاري ثم قال أنه الصدوق يقول في السهو كذا، وإحنا استمعنا له. ليش الهروب من الموضوع؟ الآن يبقى السؤال المدمر لسنة الجماعة، من الذي اخترع، من مخترع أن النبي معصوم بالتبليغ فقط؟ والله كارثة. اي واحد يجي. السلام عليكم. عليكم السلام. بس لحظه تفضل. اديني برميشن اكلم نفسي عشان خاطر انا يعني انا قاعد والمايك مش عارف اكتمه، فيا اما تديني برميشن اكلم نفسي لان الاطفال بيخشوا عليا، فمش عايز يبقى فيه شيء يعني لازم يكون فيه شيء من الخصوصيه. فمش عارف اكلم نفسي، تديني برميشن اكلم يا تاخد مداخلتي. اي تفضل تفضل. انا ما اعرف هذا، اولا انا بيرميشن اسمه مو برميشن. دي يلا تتكلم. اي تفضل. ماشي، ما علينا، انت راجل عايش في اوروبا فمعذره. تفضل. في اللهجات يا استاذ بقى. هو بدايه انت تعلم ان امور الشرع يلزمها نص، كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فالله عز وجل ثبت في كتابه
وما ينطق في كتابه إيه؟ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أحسن. ولكن تأتي آية أحسن. أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كلمة المشورة أعتقد حضرتك هتوافقني أن المشورة لو أن الأمر بوحي من الله عز وجل لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصحابة، ولكن بما أن الله عز وجل شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشورة فعلمنا من ذلك أن يوجد أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة فيه لعله يعثر على رأي أرجح في الأمر اللي هو بيناقشه. فمن هذا المنطلق قال أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم أو يتحدث بعصمة في أمور الشرع فقط. فضل حج وعلا. طيب أولا أنا صلحت لك الآية وانت عاندتني. الآية فبما رحمة مو رحمة رحمة من الله، فأولا حتى أرجع للمصحف ستجد أن كلامي صحيح أولا. لكن أنتم ما تريدون الحق، شو تسويكم؟ لأن أنا شيعي المفروض تخالفني، هذه واحد. اثنين يا أخ شيخنا سامي نحن نسلم لك أنت قراءتك اللي صحة وشفت أنا إيه بسلم لها إيه. شكرا شكرا شكرا. الآن اسمع طيب تفضل يا مولانا. طيب انا ما اعرف سووا ميوت اخواني اللي على الدور. طيب الان اخونا سامي اكرر السؤال لان كلامك الان هروب من الاجابه. سؤال، اهل السنه سنه الجماعه يقولون ان النبي صلى الله عليه واله معصوم بالتبليغ. سؤال، هل النبي هو الذي قال، الصحابة الذي قالوا عنه، القرآن الذي قال؟ إذا ترفع الرأي البيضاء تقول إحنا ما عندنا، عندنا جمع من القرآن تركيب آية مع آية، لأنه أنت اللي تفضلت بي لما قلت وما ينطق عن الهوى. ينطق النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وآله كان ينطق بالرسم القرآني يعني القرآن، وينطق بغير القرآن، وكان يفعل أيضا. فالنبي في نطقه للقرآن وغير القرآن هل هو معصوم؟ ذكرنا أمس أحاديثا ومن الحديث الذي وضعناه يوم أمس أن النبي صلى الله عليه وآله عندما أراد هذا الرجل أن يكتب على النبي فقيل له أتكتب عن النبي في الرضا والغضب، إذا ممكن يخلينا يا الأخ المشرف العام أبو كريم، في الرضا والغضب، فامتنع. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وآله قال له أكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من فمه الشريف إلا حقا. فإذن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو هذا لما يقول هو عائد على من أخ سامي؟ إن هو عائد على من؟ أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو عن النطق صح؟ إن هو أفعال رسول الله. أحسن. إذن أفعال النبي هي وحي وأقوال النبي هي وحي، صح ولا لا؟ إذن إحنا عندنا قول النبي وحي وفعل النبي وحي وقوله بالقرآن وحي. إذن النبي معصوم بالتبليغ الذي هو القرآن وغير القرآن. اتفقنا؟ يريد تضم لي الآية الثانية معاها وشاورهم في الأمر رجاء عشان خاطر يبقى الكلام منضبط. الآن انتقل لك إلى قضية وشاور الآن إلى هذا الحد. القرآن يفسر بعضه بعض. طيب فياريت حضرتك تطيل الآية دي جنب الآية دي ماشي ماشي سأعطي هل يصل للنتيجة اللي أهل السنة قالوا بيها
وهتحس ان هم في منتهى الانصاف. يلا الان ناتي الى الايه الان انا ما ادري سلمت لي او لا، لكن انتم تسمعون يا اخوان من الذي كلامه قراني ومنطقي. الان هو يضربني الان في ايه وشاورهم في الامر. اخواني بيني وبينكم القران وبيني وبين الاخ سامي هذه كتب التفاسير، هم ذكروا ان النبي صلى الله عليه واله شاورهم في ثلاث مسائل فقط. زين الان هل المشوره يستلزم النقص وعدم العلم، ولا المشوره ممكن ان تكون من باب ان هذا الرجل ليس طاغيا، والدليل على ذلك ان القران الكريم ماذا قال له؟ قال له يا محمد صلى الله عليه واله اذا عزمت فتوكل، ما قال اذا عزمتم، قال اذا عزمت يعني شاورهم، ولكن القرار لمن؟ العزم والقرار للنبي صلى الله عليه واله. والان السؤال لكم للعقلاء من السنه، سؤال بريء وشفاف، هب ان الامه كل الامه قالت شيء، كل الأمة كل الصحابة قالوا شيئا، والنبي صلى الله عليه أراد شيئا، كل الأمة قالوا والنبي صلى الله عليه أراد شيئا، يا من تشاهد بثي الآن، النبي قال شيء وكل الأمة قالت، أنت مع من تسير؟ هل تسير مع الأمة ولا مع النبي؟ بالله عليك أيها المستمع والمشاهد. بس لحظة، أنا استمعت لك لا نستمع. فإذا ماذا نقول؟ نقول مع النبي. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ما أتاكم الأمة، عفوا غلطت، ما قال ما أتاكم الأمة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أتاكم ونهاكم. ولذلك الله كما صدرت في الآية، الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ فردوه إلى الله والرسول. ليش؟ الرد إلى الله ما في تبعيض، لأن الله ما عنده غلط، فردوه إلى الله والرسول. إذا كان مرد النزاع نحن البشر، مرد النزاع عندنا لمن؟ إلى الله اللي ما يخطأ، وإلى الرسول إذن ما يخطأ. إذن هذا القرآن لما تريد تجمع الآيات وغيرها من الآيات، فقضية المشاورة لا يوجد في كلمة المشاورة أن النبي يخطأ، ولا يوجد إنسان قال لازم المشورة هو الخطأ أو يلزمه الجهل وما شابه، ما في واحد قال هذا الكلام. ولذلك أنا الآن من باب عدم الطغيان، هذا موجود السيد ميتم، موجود الأخ أبو كريم، موجود الأخ أبو آدم، أشاورهم في أمر. ليش؟ لأن إحنا أسرة واحدة، واضح؟ ليس لأنني لا أعرف، أنا كثير من الأمور يدري السيد أعرفها، الله وكيلك، أعرف الرواية وأعرف شرح الرواية، أعرف وين موجودة وأقول له أتشاور معه وأبحث معه. ليش؟ لأنه القرآن الكريم يريد أن ينشر عدم الطغيان، لأن في ذلك الزمن كان هنالك طغاة وحكام يتسلطون، والإسلام إجا حتى ينشر المحبة وينشر عدم الطغيان. عندك شيء سيدنا تتكلم به؟ نعم حجي. نعم، سؤال للأخ سامي، عصمة الأنبياء في التبليغ، يعني جميع الأنبياء معصومين في التبليغ فقط لو بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله الباقي الأنبياء الله عز وجل لم يعني يذكر توصيف لهم في كتابه، ولكن تحدث عن رسوله بصفته هو الرسول المبلغ عن الله عز وجل للشريعة الإسلامية،
فكما ذكرت للحاج وعد وما اعرفش برضه هو ليه عرج على موضوع خليك معي الان اسالك روح انا سالتك خليك معي جاوبني على سؤالي الان ماذا تقول الانبياء كلهم معصومين في التاريخ فقط نبينا معصوم في التاريخ المنطق يا استاذ ميسم انك انت تسيبني لان الحاج وعد تحدث كثيرا أكمل سؤالي ولا أنت إنسان جيد وإنسان بارع وراح ترد علي وترد على راح أسكت وأنت ترد على كثرة الحديث ينسي بعضه بعضا يا حاج ميسم سجل عندك يا أستاذ سامي سجل أنا برد عليك أهو أنا برد عليك يا حاج ميسم بس برضو أعرج على أن الحاج وعد يا رسول الله يا رجل يا رجل أنا سألتك سؤال واحد الأنبياء عليهم السلام معصومين كلهم عصمة مطلقة أم أن العصمة في التبليغ فقط لجميع الأنبياء جاوبني أما تقول نعم كلهم معصومين في التبليغ أم لا تقول نبينا فقط في التبليغ البقية عصمتهم مطلقة ما فيها شيء هاي تروح تقرأ بجريدة لا أجبتك أنا أجبتك وخلصت الإجابة شكلك ما كنتش مركز شنو جوابك مطاطي عائم ما فهمنا شيء لا مش مطاط أنت اللي بمعزلة ما كنتش مركز فدي مشكلتك الشخصية الآن راح أركز معك يلا تفضل الآن راح أركز معك الله عز وجل ذكر في كتابه توصيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي تحدثنا عن رسولنا لكن لم يذكر بالتفصيل باقي الأنبياء فسكتنا عن باقي الأنبياء يعني الآن النبي معصوم في التبليغ وأما الأمور الدنيوية فهو غير معصوم فيها ممكن أن يخطأ ويصيب صح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله عز وجل عاتبه في أكثر من موقف في كتابه علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا عادي ممكن يعاتب أحسن طيب السؤال الآن اختيار الآن أنت الآن لحظة الآن أنت حينما تأكل وتشرب وتنام طيب تخطب تتزوج طيب ويعني تفعل هذه الأمور هل هذه من الأمور الدينية أم أمور دنيوية أكلك شربك منامك أمور دنيوية يحاسب عليها أحسن طيب الآن اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته إذن أيضا من الأمور الدنيوية إذن فممكن النبي صلى الله عليه وآله يخطئ ويتزوج امرأة مش كويسة صح؟ الله عز وجل جميع المواقف اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصيب فيها صوبها له الله عز وجل في القرآن وأستطيع أن أسرد لك الآن 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 ما يخصني المواقف الدينية أخي المواقف إحنا ما نتكلم اسمع الله لحظة الله صوبه يا رجل الله شوف لا تهرب من السؤال أنت الآن وقعت وتريد تهرب أنت تعرف وين راح روحان الآن قلت النبي قلت إنه غير معصوم في الأمور الدنيوية والزواج من الأمور الدنيوية الله صوبه في الأمور الدينية إحنا ما نتكلم على الأمور الدينية التي صوبه الله فيها نتكلم على الأمور الدنيوية طيب هل الله صوبه في تأبير النخيل حينما قال لهؤلاء لا تلقحوا نخلكم ها ما صوبه طيب كذلك الزواج من الأمور الدنيوية كما اعترفت أنت الآن إذن ممكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما قال الأستاذ سامي يتزوج امرأة وهذه المرأة تطلع مش كويسة لأنه من الأمور الدنيوية هو يخطئ في الأمور الدنيوية ماذا تقول؟ أقول إنك أنت مش مشكلتي إنك أنت جاهل مشكلة جهلك لا ترميها علي حاج ميسم الله عز وجل قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فأقول إنك أنت واهم لا الطيبات شوف أولئك مبرؤون مما يقولون الطيبات اسمع خلي أفهمك اسمعني يعني الآن نوح مش طيب اسمع الآن نوح يا رجل الآن نوح مش طيب لوط مش طيب امرأته مو طيبة خبيثة نوح طيب لو مو طيب أجبني هل نوح طيب سامي وحوار بينكم أنتم أخوة لا هو ما يتكلمش إذا بقولك كل ما أقول جملة حديله يروح مقاطعني ويقول أسكت إيه يا إما الحوار يكون حوار اثنين بنتناقش مع بعض لكن كل إن هو كل ما أحب ألزمه يروح مشوشر يبقى ده مش طيب
طيب لا الان 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 جاوبني نوح طيب نوح نبي الله يا اخ سامي هل نبي الله نوح طيب ام ليس بطيب؟ لا انت قول جاوب هو انت ليه ما ترد عليها السؤال انا اقول طيب يعني انا اقول طيب فكيف الطيب تزوج من خبيثه امراته خبيثه كافر عنا منكم شرعه ومن هذا لا ما لها علاقه هاي بالشرعه والمهاج يا رجل الشرعه والمهاج ما لها قال الطيبات الطيبون ما قال في شريعه محمد فقط وين الدليل من القران انه في شريعه محمد كل طيب للطيبه كل خبيث للخبيثه ما في دليل هذا دليل من كيسك وهذا الكلام اللي أتيت به أن طيبات الطيبون والطيبون بس افهم والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون القضية في إن الإنسان الطيب يخرج منه الكلام الطيب كما يقول الله تبارك وتعالى شجرة كشجرة طيبة ها عفوا البلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هذا هو المعنى الطيب يخرج منه الطيب والله سيدنا انا اعرف كم واحد انسان وكل الاخوه يعرفون طيب وطلق مرته احد فدوه روح الحلقه كالان نبي الله محمد صلى الله عليه واله وسلم تزوج السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها طيب الان حينما طلقها تزوجها يا طيب من طلقها كانت خبيثه خبثت فطلقها ممكن تسمع لي بس جاوبني حينما طلقها صارت خبيثة لو لا لأنه فارقها سيدنا ما هو رجعها سيدنا يعني جو صارت لها في أسبوع خبيثة ورجعت مرجعها يا سيد سيدنا دقيقة إذا تسمح لي السلام عليكم أستاذ سامي تلميذ الشيخ صفوت أستاذ سامي هل الصحابة كانوا يعلمون أن الآية الطيبين الطيبات سيد سامي صلى الله عليه وسلم اختيار الله سيد سامي هل الصحابة كان يعرفون ان هاي الآية الطيبين للطيبات الطيبون للطيبات لا سأل تفسير آية قرآنية بلا زحمة عليكم بس مرخ صدكم دقيقة واحدة الله يخليك سيد سامي مثلا اطلع شدوه سامي ما تركنيش ارد على وعد دي اول جزئية تاني لا لا هو هذا هو انت جبت الآية وانت لازم اما تسحبها او تخليك بالآية يا سامي انت ليش تخاف من سؤالي هل الصحابة عندما اتهموا عائشة بالزنا كانوا يعرفون ان هاي الآية فيها؟ يا عم اخاف منك فين؟ يا عم لما اتهموا الصحابة عائشة بالزنا والنبي تنتظر شهر ما كان يعرف انه عنده آية هي طيبة؟ صف على جنب بكريم الله يصلح حالك صف على جنب لا ترى انا صف على جنب واطردك من القناة يلا احترم يا عم واحد ربك انت كمان يعني جاوب على سؤالي هل النبي كان ما يعرف الآية انه هي طيبة؟ صف على جنب صف على جنب ماكو اما جاوب على سؤال او ما خليك تفضل صف على جنب يا ابو كريم صف على جنب انا ميسم لا لا انت اللي تصف على جنب يلا صف على جنب عايزني ان تمنعني ان ارد على ميسم طيب يا اما تتركوني اتكلم يا اخ سامي عيب تقول للمشرف العام على القناه صف على جنب هو حوار هو وانت لا بس يا اخ سامي بس خلي اتكلم ثواني بعد اذنك اكثر لفظ اوصف اقوله له صف على جنب ايه اللي دخلوه لا دخلك انت انا اتدخل باي وقت اريده مو ده مو شغلك يا اخ سامي هو الرجل يا اخ سامي يا اخونا الحبيب اسمع اولا ايه اللي دخلوا اسمع ايه اللي دخلوا الان انا على الفضاء يا واقول الاخ ابو كريم هو المشرف العام على القناه يعني تدخل فيا وفيك ويتدخل لو العاب بعدين انت يا اخ سامي بكل محبه انت من تداخلت في البرنامج تعرف انه برنامجنا حواري وتعرف احنا 3-4 اخوة لك ان شاء الله وانتم ايضا فخلي قلبك وسيع شوي وسع الله يبارك بك تفضل طيب الاخ هذا اللي الاخ اللي اسمه مستشار الرئيس تسمعني عندي اسمعك حبيبي عندي بد مسألة بالآية القرآنية ممكن تفسرنا إياها لا والله لأن إحنا عندنا سؤال إذا ما عندك جواب أنت سني صح لا بس عندي مسألة بلا أنت سني أنا أسألك أنت سني مسلم عوف من كلمة سنة وشيعة إيه لا تجاوب على السؤال ما دام مسلم حياك الله وأنت مكانك بين عيني أريد بس أعرف المعنى لا لا أنا هم أريد والله صار لي 3 أيام أنا هم أريد قبلك أنا أريد أعرف المعنى هاي من اخترع أن النبي
معصوم بالتبليغ. هاي في أريد المخترع من بس لا تدخل في الشمور، انا ما اعرف الشمور، بس اسالك سؤال بالقران شوي بلزح ما عليك. بدي آية يعني انت ما تعرف، يعني انت ما تعرف صح؟ قول ما اعرف. بس قول ما اعرف. اقول لك ما اعرف، ما اعرف يعني ما يلا تفضل. ما بدي ادخل هالامور، بس عندي آية قرانية. ايه ممكن زي. الله عز وجل يقول بسورة فاطر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الذين تدعون من دون الله من دون الله لا يملكون من قطمير فإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم. ولو سمعوا، سمعوا اقرأ عدل. ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويوم القيامة شنو مصيبتك؟ بس فسر الآية، بس فسر الآية زين. لحظة الآن يدعون من دون الله، شنو يعني من دون الله؟ دون الله شنو معنى؟ أحسنت حاج، هو يدعون من دون الله يعني شنو؟ شنو هدو هدو اسم. انت مو تريد الحق؟ لو لين انا الشيء تريد بس تضربني وتروح، انا اريد الحق. لا 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 لا. والله انا اريد استفاد منك، انا اريد استفاد. لما الله يقول من دون الله زين، يعني مثلا انا اقول هذه المسبحة دون هذه المسبحة مثلا، يعني هاي تحتها، او مثلا اقول هذه المسبحة من دوني الاخرى، من دوني غيرها، منو سوى ميوت زين. فانت لما تقصد من دون الله شنو بالآية معناه من دون الله؟ يعني من دون الله قالوا هاي بالصنم نزلت، قالوا الصنع الصنم. أحسن أحسن. لا لا اسمع، يعني بالصنم يعني من دون الله، يعني اللي هي تحت الله ولا ما عدا الله شنو يعني؟ لا لا ما عدا الله. أحسن يعني عد الله. شوف الآن وصلنا، شوف الله شقد حلو النقاش الطيب. الله تبارك وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله، من دون يعني هذول مشركين يدعون الأصنام من دون الله، بمعنى أنه ما عدا الله تبارك وتعالى مثل ما تفضلت، هؤلاء ما تنفعهم الأصنام. واضح؟ جيد. اللي وصلنا لهنا أنا افتهمتك، أنا وصلنا خلاص إذا افتهمتني وصلنا. تفضل شنو نقضك على على كلام لا يملكون من قطنير؟ يعني هذه اللي تلف بها النواة ماكو، يعني الشيء البسيط ما عندهم. اي الصنم ما يملك قطمير. لا يا اخي، اللغه العربيه عندما تستخدم مثلا، ما انا اقول لك والله العظيم انا ما عندي فلس، احنا بالعراق نقول ما عندي، وين الفلس؟ فعلا ما عندي. بس شنو معنى اريد ان اشرح لك؟ انني لا املك مالا، فعبرت عن فقري وحاجتي بتعبير الفلس. هذا أسلوب قرآني يستخدم للمبالغة، مثل أن تستغفر لهم 70 مرة شنو؟ فلن يغفر الله لهم. يعني إذا استغفرت 71 يغفر؟ لا، بس هو حتى يخاطبنا بعقونه. فلما يضرب يقول لك هذه الحقارة الموجودة في هذا الأمر لصغر هذا الحقارة، طبعا أقصد الحقارة أيضا باللغة العربية يعني صغر هذا الأمر، فما عندهم إمكانية لخلق هذه الأمور. خلاص بس أخونا والله الدين حلو، بس إحنا إن الذين تدعون دون الله والشيعة ومشركين والقبور وحشوا دماغكم. الله وكيلك علما إحنا أخوان تدعون، هي بمعنى تعبدون، حتى جاء في تفسير الطبري أخونا تدعون بمعنى تعبدون، تدعوهم فإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعون بمعنى تعبدون كما قال ابن عباس في الطبري، وكل التفاسير قالوا تدعون معنى العبادة. أخي العزيز بس خلا أتكلم ويا الأخ الإعلامي، أنت تدعوهم، أنت تدعوهم إيه، أنت تدعوهم، أنت تدعوهم إيش بيه؟ لا يسمعوا دعاءكم، لأن وصلنا ما يسمع. إيه مو وصلنا يسمع لو ما يسمع، لا عنده أذان ولا عنده شو اسمه. زين انت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، شنو شنو اشكالك؟ شنو خير شيخ؟ بس اريدك تفسر لي رحم الامك، فهمني الايه. انت فسرتها، انت فسرتها. وماذا يقول؟ وكذلك عبروا عن هذا الامر علماء،
أنه عندما يعبر أنه الذين يخاطب بها العاقل فكيف خوطب الأصنام. اسمع أنا علمك أشياء ما تسمعها في غير بث. فليش هؤلاء الذين خوطبت الأصنام لماذا خاطبهم باسم الموصول الذين؟ لماذا؟ قال لأن هؤلاء الكفار أنزلوا منزلة الأصنام، بمعنى أن الكافر مثل ما الصنم ما عنده إذان كما قلت لا يسمع ولا يعطي، فالكافر أمات الله قلبه بحيث ما يسمع ولا يعطي. ولذلك الله في القرآن الكريم ماذا قال؟ لهم آذان، هو عنده آذان لكن لا يسمعون بها، وقلوب وعيون لا يبصرون بها. واضح؟ فأخونا الكريم، أخونا الحبيب، هنالك بس اسمعني نصيحة الله، لحظة واحدة سلمني قلبك. هنالك هجمة للتفرقة بين المسلمين باستخدام الآيات وإنزال هذا الأمر على من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول. والله هذا الكلام أخونا مو صحيح، وعلماء السنة صنفوا وكتبوا شغلة ليس تفرقة، شغلة علم دينية. انت منه؟ ووضح لي. انت منه؟ انت من انت صديقة صديقة؟ وضح لي ووضح لك. انت صديقة ولا ثاني ولا نفسك؟ شو صوت ثاني؟ صديق منه؟ انت نفسك. المهم انا وضحت لك الان، وضحت لك وعلماء السنة. ماذا سيدنا ذا تأشر لي؟ ذا عندك شيء؟ طيب عندي مداخلة بسيطة حجي. الان اخونا العزيز، الآن حينما تريد تطبيق هذه الآية، وهو غير موضوعني، أنت غيرت الموضوع 380 درجة، حينما تقول من دون الله، أنت شنو معلوماتك عن كلمة من دون؟ ماذا يريد الله تبارك وتعالى بها في كتابه المجيد حينما قال إن الذين تعبدون أو تدعون من دون الله؟ شنو يعني من دون الله أنت حسب علمك؟ ما معناه؟ يعني من دون الله أي شيء يستعين بغير الله ما يملكون من قطمير. يعني هو هذا معنى غير الله؟ غير أي شيء تطلب من بشر. شنو دليلك على شنو دليلك؟ مثل دليلك لغوي، دليلك قرآني، آية تفسر آية، تفسير بالمأثور مثلا، شنو دليلك على هذا؟ آني باوع أخي هذا يقول أبو طلال يقول من دون عمر وأبو بكر، فإحنا يا أخي أخونا إحنا ما لنا علاقة، إحنا نتكلم معه. في ناس يكتبون أخونا لا أخونا أخونا أنت سمعت مني ساعة يا أخونا سمعت مني ساعة عمر وعثمان وعلي يا أخي أنت يا أخونا أخونا مستشار سمعت مني ساعة المايك تما ويحضره. طيب الآن نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى صلب الموضوع. خلص سيدنا خلص، عيب يعني ناس تكتب ناس تتكلم، البرنامج شو دخله بالقضية؟ أنا أكلمك بكل أدب واحترام، احترمني وأنا أتناقش معاك علميا. تحرفون الموضوع، الآن تركوا الموضوع، موضوع المخترع يا عم، الكهرباء لها مخترع، كاميرا إلى مخترع، كمبيوتر إلى مخترع، هذا التلفزيون اللي تنظر إليه إلى مخترع. زين من اخترع أن النبي معصوم بالتبليغ؟ أريد نعرف المخترع من هو. كلمة دون حجي لها ما يقارب العشرة معاني جاءت بها الآيات القرآنية الكريمة، عشر معاني في القرآن لكلمة دون، ما الذي يراد بها؟ طيب الآن الله تبارك وتعالى حينما يقول أخ يعني غير الله، غير الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما لهم من دونه من ولي، من دونه من ولي، يعني ما في غير من ولي. وبعدين يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني هل الله يأمرنا بالشرك؟ أحسن سيدنا. الآن أبو عائشة أظن رجع، والأخ حسام رحب بي أيضا. طيب تفضل ابو السلام عليكم حاجه وعليكم عليكم السلام ابو عبد الرحمن، حياك الله ابو عائشه. اريد الدليل على عصمه النبي صلى الله عليه واله بدليل قطعي انه معصوم في التبليغ فقط، دليل قطعي وليس دليل ظني. تفضل الان دورك سيدنا، خلي يتكلم الله يرضى عليك سيدنا. تفضل ابو عائشه. تكلمتم وقلتم وجيتم معك صح. تفضل اقول
النبي عليه الصلاة والسلام الدليل على أن العصمة ليست عصمة مطلقة إلا في الوحي، أما ما عداها فليس النبي بمعصوم. دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه عدم العلم، وقع منه صلى الله عليه وسلم عدم العلم، والدليل أنه صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه، وفي أثناء الصلاة خلع النعلين فخلع المسلمون نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني، شوف التصوب جاء من الله، إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. وهذا دليل على أن العصمة ليست عصمة مطلقة. الأمر الآخر، فهو صلى الله عليه وسلم معنى الحديث صلى في نعليه ولم يعلم أن فيهما قذرا، وهذا أيضا من طبيعة البشر. شو اسم المصدر أبو عائشة؟ في البخاري. البخاري. أيضا أن طبيعة البشر أيضا من طبيعة البشر عند الإنسان جاهل، هذا الأصل في الإنسان، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نبي الله صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصيبا، يجتهد نعم ولا يكون مصيبا، يجتهد ويخطأ صح، ولا يكون اجتهاده مصيبا ويخطأ. حجي مثال خلي يعطينا اجتهاد مخطأ. لا سيدنا خلي يتكلم سيدنا، سجل في ورقة وقلم. الآن أنا سجلت يا سيد، يقول أن النبي ما عنده علم، عدم العلم، ولذلك هو نسى أن نعال النبي صلى الله عليه وآله أنه عنده عليه وسخ. المسألة الثانية أن النبي مجتهد يجتهد واجتهاده لا يكون مصيبا يعني يخطأ. تفضل أبو عاصم الثالثة. طيب، لكنه صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد فربما هذا الاجتهاد لا يكون مصيبا فيه، والدليل قوله تعالى عبس وتولى، فهذا وقع اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى هؤلاء الكبراء الذين جاءوا إليه من قريش يرجو إسلامه وينتفع بإسلام قومهم والمسلمون جميعا، فاجتهد صلى الله عليه وسلم ولكن أخطأ في هذا الاجتهاد فصوب له القرآن. أيضا من الاجتهادات التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيها قضية الأسرى. أيضا من الاجتهادات أن النبي عفى عن أقوام لم يكن أن يعفو لهم إلا اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا عاتبه الله قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، فاجتهد صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. لماذا عفى عنهم؟ لمحبته للعفو وأخذ الناس بظواهرهم، وهو حين عفى عنهم مصيب، لكن بيّن الله عز وجل له أن الحكمة هي الانتظار، وهذا لا يخدش بالرسالة. النسيان من طبيعة الإنسان، وعدم العلم هو أصل الإنسان، أنه لا يعلم حين وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فإنه والله لا يخدش برسالة النبي ولا بنبوة النبي، وما ينطق عن الهوى. معنى لا ينطق عن الهوى أي لا ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما نطقه إما عن وحي من الله وإما عن اجتهاد، إما من وحي أو اجتهاد، فليس كغيره ممن ينطق عن الهوى ويتكلم بما يهوى سواء كان الحق أو غير الحق. المشورة، مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه موجودة في القرآن، وشاور في الأمر وأمر شورى بينهم، وهذه الشورى التي تقع من النبي عليه الصلاة والسلام هي اجتهاد منه، هي اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فأحيانا قد يصيب وقد يخطئ. والدليل في قضية الأسرى، عندما شاور أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فأشاروا عليه بمشورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أبو بكر رضي الله عنه وترك مشورة عمر رضي الله عنه، فعاتبه الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى في الأرض، أسرى حتى يثخن في الأرض، فعاتبه الله عز وجل عتابا رقيقا وبيّن أن اجتهاده هذا اجتهاد غير مصيب، فصوب له القرآن ما أخطأ فيه من اجتهاد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول
أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا عصمة مطلقة فيما يبلغونه عن الله، لا يخطئون فيما يبلغونه عن الله. أما في الأمور الأخرى اجتهادات أشياء يقعون فيها فهؤلاء غير معصومين منها، ولكن لا يقرون عليها، فيأتي الوحي إما مسددا وإما مصوبا. تفضل حجي، بس مداخلة سريعة على نقطة واحدة والبقية نقاط أنت سجلتها أتركها لك. الآن أبو عائشة أنا أريد أناقشك في واحدة من هذه النقاط اللي سألت ذكرتها، وهي موضوع أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد ويخطئ في اجتهاده. طيب الآن السؤال، حينما اجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور الدنيوية، من الذي يصحح له إذا أخطأ في الاجتهاد؟ الله تبارك وتعالى، الوحي، أم غير ذلك؟ أما الاجتهاد في الأمور الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بأمور الدنيا، وإنما أتى بأمر الدين. هنا التجديد يأتي في أمور الدين. طيب في أمور الدين. طيب زين. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتهد فيه من أجل تعبير النخل، فعلم أن الاجتهاد إنما يكون في أمر الدين. جيد. الآن حينما اجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الأمور الدينية، أسرى بدر، طيب، وأشار وأخذ بمشورة أبي بكر بأخذ الفداء، وجاء عمر وأعطى الرأي بأنه يقتل الأسرى، يضرب رقابهم. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بما قال أبو بكر، كان رأي النبي صلى الله عليه وآله ورأي أبو بكر واحد، أنهما يأخذان الفداء. طيب، وعمر قال نقطع رقاب هؤلاء. طيب، من كان اجتهاده صوابا ومن كان اجتهاده خطأ؟ هل كان الصواب اجتهاد النبي وأبو بكر، أم كان الصواب اجتهاد عمر بن الخطاب؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشار الشيخين رضي الله عنهما في قضية الأسارة، فأخذ برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقبل منهم الفداء، وترك رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في آخر ما قال وقال أن الصواب مع عمر رضي الله عنه. أحسنت. الصواب مع عمر. أحسنت. يعني الآن أن الآية نزلت معززة لما رآه عمر رضي الله عنه. طيب، يعني من كان رأيه صوابا ومن كان رأيه خطأ، رأي النبي أم رأي عمر بن الخطاب في مسألة الأسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاور الشيخين كان رأي عمر رضي الله عنه والصواب، ورأي النبي كان خطأ لو صواب، ورأي النبي خطأ لو صواب. الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ ما كان للنبي، فعاتبه النبي. هو سيلك أبو عاشة انت اعترفت الان انه راي عمر هو الصواب والله صواب له. هو سالك راي النبي كان مخطئا ولا مصيبا؟ عمر صح، النبي كان مخطئ ولا مصيب؟ النبي اجتهد ولكن لم يصف اجتهاده، يعني اخطا. يقول لك سيدنا انه عمر هو الصحيح والنبي قد اخطا. الله قال له ما كان للنبي. طيب، يعني اخواني يا مشاهدين يا كرام، يا أيها المشاهدون الكرام، يا له حيث قال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب، أحسن. خلاص. طيب، الآن سيدنا جاوب سيد يا بدي طيب قال أبو عاشة. طيب، يا أيها المشاهدون، لحظة سيد، يا أيها المشاهدون الكرام، الآن دور السيد ميثم، رجل يقول لك هذا عقيدته، يقول لك انه عمر هو اللي اصاب والله وافق عمر، وعمر اصاب والنبي اخطأ، والنبي اجتهد فاخطأ. فانت طيب، شنو بالك؟ يعني انت ليش يا سيد بس تدافع عن النبي وحاقد على عمر؟ ليش؟ شنو قضي عمر اجتهد فاصاب والنبي اجتهد فاخطأ؟ شو مشكلتك تو يا عمر؟ طيب فضل. طيب يا الله. الان يا مشاهدين يا كرام، تعرفون ماذا ينظر له السلفي؟ هذا الكلام مو كلام أبو عائشة، هذا الكلام حتى كلام إخواني، هذا مو كلام السلفية فقط، هذا كلام حتى السنة.
كل السنة قاطبة كلهم جميعا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخطأ وأصاب عمر بن الخطاب، وأصاب عمر بن الخطاب. هذا وين؟ هذا في مسند أحمد بن حنبل وبسند صحيح، وإنهم عوقبوا يوم بدر بأخذهم الفداء. وابن حجر يذكر هذه القضية ويصحح أنه لأنهم خالفوا رأي عمر بن الخطاب، وأحمد بن حنبل يصححها بسند صحيح. الآن يا مشاهدين الكرام، هذا الذي ننظر له هو السلفية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ وعمر بن الخطاب يصيب. ليس في هذا، احجب نساءك، النبي أخطأ وأصاب عمر في صلاته على ابن أبي، النبي أخطأ وأصاب عمر. طيب في موارد كثيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ ويصيب عمر بن الخطاب في أكثر من 23 موقف. ليش الله ما ودانا عمر وترك النبي؟ زين، ليش مودينا واحد يخطئ؟ ليش مودينا واحد يصيب؟ طيب الآن السؤال للسلفية، السؤال الكاسر للظهر، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذه الفداء، شوف شلون راح يتناقض دينهم الآن وينضرب بالخلاط، بالخلاط راح ينضرب، راح يصير كوكتيل والله العظيم، مو دين. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أسرى بدر، هذا من الدين لو من الدنيا؟ سيدنا والله قبل أن يجاوبوك الأخوان، صدقني لو أنا مدرب كرة قدم وفي واحد يسجل من علامة الجزاء، يسجل دائما يسجل وفي واحد دائما يغلط، فمن الحكمة أنه أقدم اللاعب اللي اختصاص دائما يسجل. فهذا معناه أنه الله تبارك وتعالى والعياذ بالله غلط، والله مو مدرب جيد. ليش؟ لأنه النبي يخطئ وعمر صح، ليش مرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله نبي وهو يخطئ؟ هو يرسل الصح من باب المشورة، هو شاور، هو شاور. الآن السؤال يا ابو، انت تقول ان عمر هو اللي قوى؟ السؤال هذا عمر 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 من قول تقول ان عمر قول؟ عمر جاب هدف والنبي اخطا ضربها بالعرضه ولا يقدمون عمر؟ هل هذه المشوره التي فعلها النبي صلى الله عليه واله يا شيخ، المشوره اللي فعلها النبي من الدين؟ لا، راي ابو بكر الله عنه لانه من باب الرحمه، من باب الرحمه، ماشي من باب الرحمة. هل هذا القبول، هل هذا القبول من الدين أو من الدنيا؟ فهو الرأي الذي صوبه سيدنا، خلينا نشوف النبي. بس هذا السؤال فدوة، هل هذا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله هو من الدين لو من الدنيا؟ لا 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 سيدنا، لا هذا السؤال، لا سيدنا هذا السؤال شوية، الله يرضى عليك سيد، سيد سمعوا يا أخو، بس لا لا لا، الذي فعله النبي وقبل الفداء الله عاتبه عليه، هو من الدين لو من الدنيا؟ دقيقة، من الدين أخذ الفداء، من الدين لو من الدنيا؟ العتاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم يا رجل، من الدين، لا تهرب، لا تهرب. هل الفداء؟ لحظة أبو عاشة، أبو عاشة لحظة 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 سيد ميثم، احنا ويانا الأخ إبراهيم، والأمس الأخ إبراهيم كان يريد أن يعلن تشيعه وأنا انقطع الخط، فالأخ إبراهيم زعل علي،